السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. يا ريت بعد إذنكم دعمونا باللايك والاشتراك. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا حلو جدا وتستفاد منه وتطلع منه معلومة كويسة جدا. بس حباك أول حاجة اشترك في القناة وتعمل لايك، وبعد إذن سيادتك تابع معايا الفيديو لغاية الآخر. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو حلو جدا عند الطيور. الفراخ طبعا عطشانة جدا من امبارح بالليل، انا طلعت حوالي الساعه 12 بالليل، طبعا شلت الميه خالص من جنب الطيور كلها عشان طبعا النهارده هنزل لهم وصفه كويسه جدا بيزود انتاج البيض رهيب جدا. عودي نفسك قبل ما تنزلي اي وصفه للطيور عطشوهم من ساعتين لثلاث ساعات عشان اي وصفه تنزليها يشربوها في ساعتها. انا طبعا الطيور دي معطشاها من امبارح بالليل، ودلوقتي الساعه 7 الصبح هنزلهم وصفه ممتازه جدا والله العظيم سحر للطيور، يزود انتاج البيض رهيب جدا. من مده 4 ايام انا حسيت طبعا الفراخ بتاعتي البيض بتاعها قل خالص عن الاول بكتير. الفراخ هتبتدي تقطع بيض عندي. سبب الفراخ اللي بتقطع بيض يبقى الفراخ كده جسمها مش متظبط، محتاجه فيتامينات وكالسيوم. والوصفه بتاعت النهارده غنيه جدا جدا بالفيتامينات والكالسيوم والحديد والزنك والفوسفور. كمان الوصفة بتاعت النهاردة فاتح شهية قوي جدا، بتسجل وزن الفراخ والبط والرومي وجميع انواع الطيور، طاردة للديدان ومضاد سموم طبيعي جدا، بتطهر امعاء الطيور من اي حاجة، بتمنع تساقط الريش وبتمنع الكساح، وحلوة جدا للحمام، بتدي لمعان في ريش الحمام. كمان الوصفه دي حلوه جدا جدا للحمام، بتخلي عندك الحمام يلحم العش في العش، وطول السنه يبقى عندك الحمام عندك شغال وبيبيض، بيديك احسن بيض واحسن زغاليل. الوصفه دي بتكون عنقود بيض كتير جدا، بتحمي عنقود البيض، بتخلي عندك الفراخ تبيض كل يوم، بيديك نسبه بيض 90% يوميا. تعال اقول لكم على وصفه النهارده. اهي الوصفة لونها احمر جدا. الوصفة دي عبارة عن ايه؟ جبت كيلو قرون شطة ومعاهم ربطتين بنجر كبار جدا. هقول لكم بالظبط عملت الوصفة دي ازاي. اول حاجة جبت الشطة غسلتها كويس جدا وقطعتها مكعبات، وتاني حاجة جبت البنجر بالقشر بتاعه غسلته كويس وقطعته مكعبات. الشطة والبنجر حطيتهم في حلة على البوتاجاز ومعاهم كوباية مج مية، خليتهم يغلوا على البوتاجاز بتاع 5 دقايق وطفيت عليهم، خليتهم بردوا خالص وضربتهم في الخلاط. بقى الوضع ده بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ادي الطيور بتشرب من المية اللي فيها بنجر وشطة حلو جدا. انا الوصفة دي النهاردة رابع يوم بستخدم الوصفة دي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، من امبارح باخد نسبة بيض كويسة جدا وبقوا بيبيضوا احسن من الاول بكتير. انا الفراخ اللي عندي طبعا ماشية معاه بالاعشاب الطبيعية، ما بحبش اجيب ادوية بصراحة، نادر لما اجيب ادوية للفراخ. الوصفات الطبيعية ما فيش احسن منها طبعا، احسن مليون الف دواء. برضو على الاكل بتاع الطيور احط لهم بنجر وشطة مع بعض. الاكل ده عبارة عن ايه؟ عيش ناشف مدجيه ناعم ومعاه نسبه علف كويسه، نقلبهم مع بعض بديهم للطيور وحاطه في جيب بنجر. الشطه والبنجر لجميع انواع الطيور، لو عندك اي طيور قطع بيض استخدمي الشطه والبنجر خلال 3 ايام، اقسم بالله اقسم بالله الفراخ هترجع تبيض عندك، او اي نوع طيور هترجع تبيض عندك احسن من الاول 1000 مرة. الوصفة دي استخدميها على طول الطيور، لو بتدور على اقوى رافع مناعة هتلاقيها في الوصفة دي، مضاد الفيروسات مضاد الميكروب. الوصفة دي فاتح شهية قوي جدا. الوصفة دي بتسجل وزن البط والوز. لو اي طيور عندك خفة جدا مش شايلة معاك اوزان ادي لها بنجر وشطة، والله العظيم هتلاقي عندك الطيور شايله لحم كويس جدا وتقيله جدا. وكمان الوصفه دي بتدي نشاط وحيويه للفرخ،
وكمان الوصفة دي بتدي نشاط وحيوية للفراخ. لو عندك كتاكيت عمر 10 أيام ادي لها من البنجر والشطة. ولو عجبكم الفيديو متنسيش باللايك والاشتراك وشجعني كل يوم انزلكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.